وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا برحيله نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعله آخر العهد منا لإقامة العزاء على نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وأن يحيينا أعواما جديدة للتوفيق لإقامة العزاء على مصاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مصاب أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذه المصيبة والرزية التي ليس بعدها رزية، كما عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تأبينه لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: واذكر بمصيبتك مصيبة نبيك صلى الله عليه وآله، فإنه لم يرزق أحد بعد نبينا برزية مثلها. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في أعمالنا ويثقل به حسناتنا. ما هي المشكلة التي يعاني منها الإنسان؟ وما هي الأزمة الحقيقية التي يعاني منها الإنسان طوال تاريخه منذ أن جاء على هذه الأرض وإلى قيام الساعة؟ مهما اختلفت الاتجاهات في الإجابة على هذا السؤال، حيث يوعز البعض أن أسباب المشكلة الإنسانية العامل الاقتصادي، والبعض الآخر يوعز عامل المشكلة الإنسانية إلى العامل السياسي، وآخر إلى عامل أمني، إلا أن في مدرسة الوحي الإلهي الإجابة القاطعة على بيان عوامل وأسباب المشكلة الإنسانية، وهو أن سبب هذه المشكلة والأزمة التي يعاني منها الإنسان هي القضية الأخلاقية. الأزمة عند الإنسان، المشكلة عند الإنسان والتي تتولد منها جميع الأزمات، هي المسألة الأخلاقية. أن تعطف نظرك على أي موضع وعلى أي موقع وعلى أي صراع عاشه الإنسان، إن لم تجد أسباب هذا الصراع وهذه الأزمة وهذه المشكلة هي الأزمة الأخلاقية. المسألة الاقتصادية التي يعاني منها الإنسان عاملها الجانب الأخلاقي. المسألة السياسية عاملها الجانب الأخلاقي. المسألة الأمنية بشتى أشكالها وصورها عاملها هو الجانب الأخلاقي. الدين في أحد أدواره التي يحققها في حياة الإنسان ويلعب دوراً مهماً فيها، وبها يحل جانباً كبيراً من مشاكله وأزماته التي يعاني منها، هو تربية الضمير. ربما يعبر عنه في علم الاجتماع بالضمير. القرآن أحاديث أهل البيت تعبر عنه ماذا؟ بالقلب. لاحظوا هذه المفردة، وهي مفردة القلب، كم سلط عليها القرآن الكريم من ضوء. في كثير من الآيات يبين خطورة هذه المسألة، مسألة حياة القلب، حياة الضمير. الدين جاء ليعالج هذا الجانب، أن يحيي الضمير، أن يبقى هذا الضمير حياً، أن يحفظ هذا الضمير من أن يقتال وينتهي. لأنه إذا اقتيل هذا الضمير
وإذا لا سمح الله انتهى هذا الضمير، هنا تكمن المشكلة الكبرى عند الإنسان. منها تتولد المشاكل اقتصادية، سياسية، أمنية لانعدام الضمير. الضمير إذا انعدم ومات الضمير، معنى ذلك أن تتوقع أن تنفتح عليك ألوان الفتن وألوان المشاكل. المسألة الأخلاقية هي مسألة مهمة. القضية الأخلاقية تعني بمساحة واسعة من قضية الضمير وقضية القلب. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوجز دوره في هذه الكلمة الرائعة، إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق مجموعة القيم، منظومة القيم الإنسانية التي بها يحيا وبها يعيش وبها تتحقق العدالة، سياسية كانت أو اقتصادية أو أمنية، تقوم على مسألة القضية الأخلاقية. المسألة الأخلاقية لا ينبغي أن نستهين بها. اليوم مع الأسف أحد الأنشطة وأحد الأدوار التي يلعبها أعداء الدين وأعداء الإنسانية هي إقصاء الأخلاق والعمل على استبدال القيم الأخلاقية بقيم زائفة تتحقق من ورائها ومن خلالها مجموعة مشاريعهم وأهدافهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نقرأ حياته فصلاً فصلاً نجد في حياة النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم المسألة الأخلاقية حاضرة بشتى أشكالها وبشتى صورها. نحن نحتاج إلى قراءة السيرة النبوية لأنها تعالج جانباً مهماً. هذا الجانب المهم الذي الآن البشرية والإنسانية تفتقده في قراءة سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والعود إلى سيرته حل لكثير من هذا الجانب. لكن أي سيرة نقرأها؟ نحن نقرأ السيرة النبوية في أوائل المعاهد العلمية إلى أعلى مراتبها وهي الجامعات، ربما يكون هناك تخصص. لكن قراءة السيرة النبوية بهذا الشكل السردي الاستعراضي ليس فيه حل المشكلة، لأننا لا نريد أن نقرأ السيرة النبوية لأن نضيف إلى معلوماتنا كما من المعلومات، إنما نحتاج إلى قراءة السيرة النبوية لنأخذ منها الدروس، لأجل أن نستنطقها، من أجل أن نستنتج منها الدروس، لا لأجل أن نقرأها سرداً واستعراضاً. القراءة السردية الاستعراضية ليست مطلوبة لا في قراءة القرآن ولا في قراءة سيرة النبي ولا في قراءة سيرة الأولياء. المطلوب هو القراءة التي نستلهم منها ونستنتج منها ونستنطق منها الدروس والعبر ونعكس ذلك على واقعنا وحياتنا. كم هو عظيم عندما نقرأ هذه المفردة في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ينبغي أن نستوقف عندها. عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد في مرضه الذي توفي فيه، وقال: من له قصاص عندي فليقم وليقتص. هذا درس، هذه عبرة فيها دروس عظيمة. هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم المنزه بمقتضى عصمته من أن يخطأ أو أن يظلم أحداً أو أن تتعلق بذمته ظلام لأحد، لمكان عصمته، لكونه معصوماً لا يمكن أن يصدر أو أن تصدر منه ظلامة لأحد. لكن أراد من ذلك ماذا؟ أن يعطي درساً أن القصاص لا يمكن أن يستثنى منه أي أحد كان وفي أي موقع كان. وهذا هو أساس العدل الذي به تقوم الحياة. في حياة النبي في السيرة النبوية هناك الكثير من الدروس والعبار، ولكن مع الأسف أريد لهذه السيرة الناصعة والتي هي منهاج لحياتنا أن تغير.
كما غيب المصدر الأول وهو القرآن وأقصي من حياتنا، كذلك السيرة النبوية للنبي العظم صلى الله عليه وآله وسلم أريد لها أن تقصى من حياتنا، أريد لها أن تخفى من حياتنا، وهذه مسؤولية على عاتقنا نحن أن نبرز هذه السيرة النبوية لتكون منهاجاً ومعلماً نستضيء منه في حياتنا. هذه مسؤولية تقع على عواتقنا أن تكون السيرة النبوية هي أحد المصادر وأحدى القنوات التي نستقي منها المعارف والعلوم والأخلاق والقيم. واليوم السيرة النبوية مع الأسف كما قلنا لا تقرأ لا تدرس، حتى في مناهجنا التعليمية الدينية السيرة النبوية مساحة حضورها مساحة ماذا؟ منكمشة. مساحة حضور السيرة النبوية في دروسنا الدينية هي مساحة منكمشة. من خلال الاطلاع على بعض المناهج الدينية تجد هناك الفقه حاضر بشتى مستوياته، ربما أيضاً القضايا الأخرى حاضرة، ولكن السيرة النبوية التي هي إحدى القنوات الأساسية والمصدر الثاني بعد القرآن حضوره حضور محدود منكمش في مناهجنا التعليمية، وهذا دورنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته أسس لمجموعة من القواعد وأسس لمجموعة من الأسس التي لا بد أن تكون حاضرة في حياتنا العملية. عندما نقرأ بعض أحاديثه لا ينبغي أن نقرأ هذا البعض قراءة من دون أن نستوحي منها، من دون أن نسقطها على واقعنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له كن، مضمون الحديث، كن مبشرا ولا تكن ماذا؟ معسرا منفرا. لاحظ هذا الأساس، هذه الكلمة تمثل درسا من الدروس العظيمة والأساس لكل عمل تبليغي ناجح. أي عمل تبليغي، أي عمل ديني ناجح لا بد أن يقوم على هذا الأساس. نحن لربما أن نكون كثيرا ما ماذا؟ لا نعتمد أساس التيسير، بل نعتمد أساس ماذا؟ التنفير، وهذا خطأ. لذلك الكثير لربما لا يكون موفقا ولا ناجحا لأنه قد أقصى هذا العامل الذي هو أساس نجاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عامل الجذب. عامل الجذب مهم جدا. لما نتكلم عن عامل الجذب لابد أن نسقطه على واقعنا. المتحدث لما فرضنا يريد يتكلم عن النظافة والرتابة والزي والشكل، هذا جاذب في شخصية الإنسان. لما يكون هو ليس بهذه الصورة ولما يريد يتحدث عن الإسلام، يتحدث عن النظافة ويتحدث عن الرتابة ويتكلم عن النظام، لا يمكن أن يجذب بشخصيته هذه الحديث عن النظافة والرتابة وكل ما يرتبط بهذا الجانب إذا لم يكن هو متحلياً متصفاً بهذه الصفة. الإسلام قام على هذا الجانب، الجانب الخلقي كما عكسته الكلمة الأخرى للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قام الدين على ثلاثة: سيف علي ومال خديجة وأخلاق محمد، الجاذبية اللي كان يمتلكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يكون الشخص أياً كان في موقع التبليغ للدين لكنه لا يمتلك سعة الصدر، لا يمتلك روح الاحتضان، سريع الغضب، سريع الانفعال، قطعا هذا شكل من أشكال ماذا؟ التنفير، لن يجذب. لكن عندما يكون متحليا بصفة الحلم، مهما كان النقد قاسيا حتى لو مس شخصيته هذا النقد يكون متحليا ماذا؟ بالحلم. كيف جذبه وكيف تأثيره؟ في السيرة النبوية نقرأ عندما يأتي ذلك البدوي ويأخذ من الصدقات ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له اعدل يا محمد،
كم هذه الكلمة قاسية، وكم هذه الكلمة تحمل من اتهام. اعدل يا محمد يعني شنو؟ تستبطن ماذا؟ اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم. لو قالها شخص لغير النبي كيف تتوقع ردة ماذا؟ فعل. كيف تتوقع ردة فعل هذا الشخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها بكل برود أعصاب: إن لم أعدل أنا مع ما أمتلكه من عصمة وما أمتلكه من ضمانة تمنعني من الظلم والحيف، من يعدل؟ المعصوم الذي هو منزه ضمانة على أنه لا يمكن أن يصدر منه الظلم، فإذا لم يعدل المعصوم من يعدل؟ هذه ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت تستبطن تعليما وبيانا لشخصية المعصوم من دون أن تتضمن أو تحتوي على شيء من أساليب التنفير. لم يبقى أمام هذا الإعرابي إلا أن يخجل. نحن مع الأسف في سلوكياتنا، وأنا تكلمت في بعض المواضع، والمسألة هذه موجودة في كثيرا من الأحيان، نحن ننفر الناس من المسجد. ننفر، فرضنا إذا كان شخص ما معتاد على الدخول إلى المساجد والإتيان إلى المساجد، لما يدخل إلى المسجد أولا تجد الأنظار كلها متجهة إليه، حتى هو يستحي ماذا؟ من نفسه، حتى لو ما صار كلام، حتى لو لم يواجه بكلمة، نفس النظرات وخزه بهذه النظرات هي تحكي، وكأنما داخل جسم ماذا؟ غريب، هيولة غريبة عن الناس، الكل ينظر إليه نظرة غريبة دون ما يسمع من الكلمات اللي يقول لي توك مسلم، واللي يقول لي توك عارف المسجد، واللي يقول لي وين. هذه أساليبنا أساليب منفرة تجعل الكثير لا يحضر المسجد، حتى لو نوى الحضور المسجد لأنه يخشى من ماذا؟ يخشى من هذا الأسلوب الذي سوف يواجه به. الآن بيقول لي توك عارف المسجد، توك ندلي باب المسجد، توك ما أدري. هذا من الأساليب المنفرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكد على معاذ بن جبل هذا التأكيد لعلمه بضرورة هذه المسألة وتأثيرها ودورها في الجاذبية، تعال إلى تعاملنا مع أبنائنا. كم منا ينفر أبنائه ويريد منه ما يريد من الشاب أو الرجل الذي بلغ من المستوى والوعي والبصيرة والاتزان يريده من نفس هذا الشاب الذي هو في مرحلة المراهقة. تعال انت شوف المقارنة، ليش ما تصير مثل فلان؟ ليش ما تحضر المسجد مثل فلان؟ وليش ما تجي المسجد؟ والكلمات التوبيخية والتقريع والذم، إلى أن نخلق عنده حاجز ونفرة اتجاه شيء اسمه دين، اتجاه شيء اسمه مأتم، اتجاه شيء اسمه ماذا؟ حسينية. ما الذي أوجد لديه هذه العقدة، هذه النفرة من المسجد، من المأتم، من الحسينية؟ أسلوب الآباء، أسلوب الكبار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لا ينبغي أن نحمل الناس على هذا النحو من التنفير، لأن المسؤولية حينئذ علينا، وهذا نوع في الحقيقة من الصد عن سبيل الله. أنت لما تواجه الشخص اللي يدخل إلى المسجد بهذه الكلمات وبهذه النظرات وبعد ذلك يستحي من نفسه، وتكون هذه آخر مجيء إلى المسجد، أو فرضنا أنه هو الآن يريد يدخل المسجد لكن الآن يتوجس، كيف سوف يعاملونه ويصير حاجز بينه؟ هذا أسلوب تنفير. على المستوى الفردي وعلى المستوى الشخصي، في البداية بعض الأشخاص تجد عند إقبال على العبادة بشكل ماذا؟ غريب ومنقطع، والروايات حذرت من هذا النمط من التعامل مع العبادة، مع أنها عبادة لكن قد نحن نحمل أنفسنا على العبادة إلى درجة تنفر بعد ذلك النفس. النفس الإنسانية، النفس البشرية، مثل ما يقول علماء الاجتماع وعلماء التربية،
هي النفس سريعة التأثر ورجودها ماذا؟ سريعة، هي طبيعي. النفس البشرية شيء رقيق جدا، من الرقة كثيرة الإحساس وكثيرة ردات الفعل. إنسان يحمل نفسه على العبادة إلى أن يبغض ماذا؟ العبادة. أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه ماذا؟ برفق. ولا تكن كالمنبت، لا ظهرا قطع ولا أرضا ماذا؟ أبقى. مثل لطيف، مثل هذا الشخص اللي يركب المطية ويريد يضربها ضرب مبرح ويحملها، يظن أنه بشدة ضربه إياها تسرع وتوصله إلى ماذا؟ إلى المقصد. بعد ذلك هذه تحرن وتقع ولا تستطيع أن تواصل إياه السير، ولا هو قطع ماذا؟ طريق. لكن الرفق حتى في مسألة العبادة، الدين يقول أنه لا تنفر نفسك من العبادة. هذا درس من الدروس في منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخل بدوي أعرابي يوما المسجد وبال، صور لو واحد يصير هذا الموقف في المسجد، يعني وش يسوي الناس؟ بدوي دخل المسجد بال، قاموا للمسلمين من كل ماذا؟ حدب وصوب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقطعوا عليه ماذا؟ بولة. ما أعظمها، لا تقطعوا على بولة، خليه يكمل ماذا؟ بولة باصطلاحنا. ثم يقول أنه ماء بماء، انضح هذا الموضع بالماء. لكن المشكلة نحن كم ابتعدنا عن المنهاج المحمدي، كم ابتعدنا في سلوكياتنا وأخلاقنا وتعاملنا إلى درجة صرنا نحن سبب لنفرة الناس. الناس تخشى بعض الناس، يعني حتى في خطابنا الديني، في خطابنا الديني مع الأسف في كثير من الأحيان هو منفر. أسلوبنا خطابنا الديني وخطاب منفر، بعض البعض يحاول أن يركز ويضخم على سلوكيات الشباب. شاب يشوفه مثلا لابس لي ماذا؟ ما أدري، سلسلة ولباس. صحيح أنا لا أريد أن أقول بأن هذه الظواهر لا تعالج، أو هذه الظواهر لا يمكن أن يسلط عليها الضوء، لا بد أن تعالج، لكن لا ينبغي أن تعالج بشكل غير حكيم. المعالجة بشكل غير حكيم تؤدي إلى هذه النتيجة وهي التنفير. سلم يصعد المنبر وما عنده إلا قضية هذه المظاهر ويصرح عليها، لربما يكون في الحضور ماذا؟ شباب مراهقين هم بهالطريقة هذه. معنى ذلك أنت توجه الأنظار إلى هؤلاء، هذا تنفير، هذا تنفير. نحتاج أيها الأخوة ونحن نحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتمد هذا الأساس، أن نكون مبشرين لا أن نكون معسرين، أن نكون جاذبين، نمتلك الجاذبية لجذب الناس إلى الدين وإلى تعاليم الدين، لا أن نكون منفرين. التنفير هو شيء خطير جدا، ربما الكثير يحمل صورة عن أهل الدين نتيجة أننا ننفر الناس من الدين. صحيح قد يكون أنه احنا من حرقتنا على الدين، ولكن نخطئ ماذا؟ الأسلوب. ينبغي علينا أن نعتمد هذا الأسلوب الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الوصايا، من نفس أنه توصية لمعاذ بن جبل. عادة الشخص لما يرسل رسوله يبدأ ماذا؟ بإعطائه النصائح والتوجيهات. لما يعطي نصائح وتوجيهات لابد أن نلتفت، يعني أن هذه النصائح والتوجيهات مو مسألة سهلة، وإنما هي مسألة أساسية تمثل أساساً وعنصراً مهماً في نجاح أي عملية وفي نجاح أي ماذا؟ مشروع. وفي نجاحك في عملك لابد أن تعتمد هذا الأساس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقوق علينا. النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم تحمل ما تحمل في سبيل استنقاذ هذه الأمة التي كانت من ماذا أعبر، يعني التي كانت هي أمة في أخص الوضع الإنساني، أخص الوضع البشري كما تصوره الصديقة الزهراء.
استنقذكم الله بأبي، النبي مشروع استنقاذ، النبي يحمل مشروع استنقاذ واستنقذ هذه الأمة، هذه الأمة التي لم يكن لها موضع ولا موقع من بين الأمم، صارت أمة من الأمم المتقدمة، تبوأت الصدارة. حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق ماذا؟ عظيم جدا. لا يمكن لأي أحد أن يتصور عظم حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة. ومن حقه علينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نلتفت إلى وصيته التي أوصانا بها، هذه ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورث فينا الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترته أهل بيته. واللطيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الثقلين أكد في ذيل الحديث على هذه النقطة، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. النتيجة هنا أنه كيف نحن نحافظ على هذه الوديعة التي أودعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها. ليست المسألة أن أستقيم، ليست المسألة على المستوى الفردي أن ألتزم، إنما المسألة بعد أن يحقق الإنسان الالتزام على مستوى الداخلي، على مستواه الداخلي، أن يعمل كأداء لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يلتزم غيره، أن يكون حريصا على التزام غيره كالتزامه بالتزام نفسه، كحرصه على التزامه بحق بنفسه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بحبل محمد وآل محمد، وأن يجعل مماتنا ومحيانا ممات ومحيا محمد وآل محمد، وأن يحفظ علماءنا ومراجعنا، وأن يحفظ شيخنا ويؤيد علماءنا العاملين الربانيين في شتى بقاع الأرض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.